السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بتتبع قناة التعليمية. سنتعرف إن شاء الله على أهم الإضرابات التي سيشهدها شهر أبريل. أهم الإضرابات وهو الإضراب الذي سوف يقوم به الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد 4 أيام، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 5 أبريل إلى غاية 8 من نفس الشهر، 4 أيام 5 و6 و7 و8 أبريل. ثم إضراب وطني تقوم به بعض النقابات التابعة للتعليم، وذلك يوم 5 أبريل يعني يوم الاثنين إن شاء الله. وبالتوفيق لكم إن شاء الله.